اتفضل يا ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل الشكر والتقدير لجيفتس، ودايما إن شاء الله مؤسسة خلاقة وكرييتيف ممبرز كلهم بإذن الله تعالى. وبشكر برضو البانيليست اللي شرفونا بالتواجد معانا النهاردة في هذا الموضوع الهام جدا بصراحة اللي يمكن بنشوفه كل يوم، وهو الكولون كانسر. السوشيال مينلي بيزد على الكويشنز اند انسرز، يعني احنا ما فيش فيكسد بروجرام، هي اغلب انها اوبن ديسكشن بيننا وبين الحضور الكرام. الاسئله المبدئيه محطوطه عندنا كانت مثلا بتدور حوالين سكريننج اوف كولوركتال كانسر، بالسكريننج تولز، امتى هبدا وامتى هوقف واستخدم ايه، إذا كان في حاجة اسمها early stage colorectal cancer، إيه الـ definition بتاعه وإزاي أمانج إت، إيه الـ pathological types اللي ممكن أشوفها، وهل في ماركرز معينة كتشو ماركر أحلف إن ده colorectal cancer مش metastasis مش invasion من nearby structure أو organ، إيه surgical options اللي ممكن تتعمل في الـ different ستيجز او في الديفرنت لوكيشنز، ايه السيرجن اللي عايزه من الكولونوسكوبيست، يعني عايز يقول له ايه، هل انا ساتسفايد كده بالريبورت اللي انت بعته لي ولا في امبورتنت ميسنج بوينت كانت المفروض تتكتب. فاينالي بقى الكيموثيرابيوتيك ايجنت اليوزد في الكولوركتال كانسر اسمائهم ايه، المين سايد افكتس، هستخدمهم امتى، امتى اتوقع جود او بور اوت كام، وفاينالي ازاي هعمل سيرفيلانس افتر كيوراتيف سيرجيكال ريسكشن اوف كولوريكتال كانسر. يمكن دي كده الاسئله بشكل عام اللي جات لنا من الحضور. وممكن نبدا، هل في يعني انا كنت حاطط سيرتن اوردر للاسئله، ان انا ابدا بالسكريننج كويشنز وكده، يعني طول نجيب راي حضرتك نكمل هكذا ولا؟ يعني طبعا يا بيه، اتفضل اتفضل، يعني شوفوا اللي يناسب حضرتك ويناسب البانلست. بس انا يعني رايي ان هو يعني نمشي كده بترتيب الاسئله زي ما وصلت لحضرتك من الزملاء الدكاتره يعني. وبعدين طبعا اثناء الويبينار نفسه هنلاقي من الاتنديز هيجي لنا اسئله طبعا في الكيو اند اي يعني بوكس اللي موجود في الزوم لينك من تحت. فطبعا دي هتبقى برضو أسئلة إضافية ممكن طبعا نعوز ان احنا نجاوبها. فانا اعتقد ان حضرتك تبدأ بالأسئلة اللي وصلت لينا على جروب التليجرام اوريدي. انا اللي انا فاهمه ان في حوالي 14 او 15 سؤال. تقريبا حضرتك تبدأ انك انت اعرض السؤال ووجهه للديزاينيتد بانلست المختص انه يجاوب النقطة دي. واثناء ما احنا شغالين هنلاقي ان في أسئلة تانية هتبتدي ان هي تجي. تفضل. طيب الاسئله السكريننج هتسمحوا لي حضرتك بس سريعا كده اجاوبهم، هم تقريبا اربع اسئله بيدوروا اراوند سكريننج بروتوكولز او بروجرامز اوف كولوركتال كانسر. يمكن اول سؤال كان هاو اند وين تو سكرين يور بيشنت فور كولوركتال كانسر، اسمحوا لي بس هضيف واي ان انا هعمل السكريننج كمان مش واي اند وين. هعمل سكريننج عشان اديتكت ايرلي ليجن، ميزه الكولوركتال كانسر انه له بيناين بريكيرزر، يعني بيكون بيناين ليجن ادينوما ذن بيكونفيرت بيبروجريس لحد ما يوصل لادينو كارسينوما. فانا التارجت بتاعي كسكريننج بروجرام ان انا اديتكت الليجن هي وستيل في البيناين بريكيرزر بتاعها، او حتى لو كانت كانسر تكون في النون انفيزيف ستيج او في الايرلي كانسرس ستيج. هعمل سكريننج امتى؟ الستيل استابلشد في الجايد لاينز عند الايج اوف 50 ييرز، يمكن عشان في انكريزنج انسيدنس لنيو كيسز بلو ذا ايج اوف 50، يمكن بلو ذا ايج اوف 40 كمان، بدات سام جايد لاينز تتكلم ان انا ابدا بدري شويه عن الايج اوف 30 اوف 50، ان انا ابدا عند سن 45 ييرز. هستخدم وات ميثود؟ الكولونوسكوبي ستيل هو الكورنر ستون فور سكريننج فور كولوريكتال كانسر، المفروض يتعمل في الافريج ريسك انديفيدوال افري 10 ييرز، يعني عند سن 45 اذا كان يعني هي ويك ريكومنديشن، او عند سن 50 سترونج ريكومنديشن، بعدها ب 10 سنين كمان اكرر الكولونوسكوبي لحد الايدج اوف 75. هل اكمل بعد 75 ولا لا؟
برضه فيها ديبيت، انما هو الموضوع في الاخر individualized. لو البيشنت اللايف اكسبكتنس بتاعه كويس ممكن نكونتينوس سكريننج ايفن بحاجه تانيه غير الكولونوسكوبي زي الفيكال اميون هيستوكيميكال تيستنج او كده. فهو individualized، ده الافريج ريسك individual. اما لو كان individual في فاميلي ممبر عنده افكتد بيفور ذا ايج اوف 60 او مور ذان وان فاميلي ممبر افكتد بكولون كانسر او هاي جريد ديسبليزيا، ايفن لو ريجاردلس ذا ايج اوف افكشن، لازم نبدا بدري شويه عند سن 40 ييرز او ايرليير كمان لو الافكتد ممبر كان افكتد قبل السن ده، ويفضل يكون الانترفال افري 5 ييرز. باقي الاسئله اللي حوالين السكرينينج كانت الام ار اي والسي تي كولوجرافي، طبعا ليها رول وليها ادفانتج عن الكولونوسكوبي انها نون انفيزيف، انما برضو ليها ديس ادفانتج ان الليجن لو كانت فلات ليجن او كانت ايرلي ليجن ممكن تبقى نوت ديتكتد. برضو بيحتاج بريباريشن زيه زي الكولونوسكوبي، برضو محتاج راديولوجيست اكسبرت في السي تي كولوجرافي عشان يديتكت ليجن، انما هو سنسيتيف وسبيسيفيك وكوست افكتيف، ما فيش كلام. السيجمويدوسكوبي هل ليه رول؟ طبعا ليه رول برضو في الديستال ليجنز، ده الادفانتج بتاعته انه ممكن ديتكت كيسز كتيره فيها ريكتال كانسر وكده. برضو يعني يمكن يكون محتاج اكسبيرينس اقل شويه من الكولونوسكوبي، الليرنينج كيرف بتاعه اقل برضو من الكولونوسكوبي، الا ان مشكلته لو الليجن في الرايت سايد او في الفيميلز ان جنرال، الكولون كانسر بيكون اكتر عندهم في الرايت سايد، فهو مش ريكومندد كسكريننج تول في فيميلز او كده. برضو الفريكوانسي بتاعه بيتعمل كل 5 سنين غير الكولونوسكوبي بيتعمل كل 10 سنين. برضو الكولونوسكوبي از افيلابل في اغلب الاماكن حاليا، فما عادش رول قوي للفلكسبل سيجمويدوسكوبي. بس اخر سؤال عن السكريننج، الرول اوف ام 2 بي كي اللي هو اختصارت ام 2 بايروفيت كاينيز، وده يعني سبستانس بتبقى سكريتد من المالجنت سيلز اتسيلف او انزيم بيبقى سكريتد من المالجنت سيلز اتسيلف، اعتقد اسمه كوميرشال شيبو تيست. هو برضه سنسيتيف سبيسيفيك اكيوريت فور دايجنوزيس للكولون كانسر، انما في النهايه هو يعني مش ستاندردايزد كوميرشال، مش افيلابل اي ثينك في كل الاماكن. وبرضه في النهايه كل السكريننج تولز بتصب ان انا لما بتطلع بوزيتيف بعمل كولونوسكوبي، يعني افرض عملت فيت او عملت سي تي كولوجرافي او كولون كبسول او ام 2 بي كي او التشيبو تيست وطلع بوزيتيف، في الاخر انا بلجأ ان انا اعمل كولونوسكوبي عشان اكونفيرم الدياجنوزيس بتاعي. ده كده ان شورت كلام عن السكريننج تولز، واهمهم طبعا الكولونوسكوبي كستاندرد افري 10 ييرز، او الفيت الفيكال اميونو كيميكال تيستنج افري يير او افري 2 ييرز حسب اختلاف الجايد لاينز. دي الاسئله بتاعت السكريننج. هو معلش يا دكتور، هل ممكن يعني رشا سمير باثولوجيست، فهل ممكن ان انا بس في السكرين اقدر يعني اوضح كام نقطة ايفن لو ده البوينتس مش بتاعتي، ولا اتكلم في اسئلتي فقط؟ لا يا فندم اتفضلي، هو السيشن هو الديسكشن مفتوح، هو ده كيو اند ايه. طب بالعكس، هو يعني الدكتور محمد بس كان ايه بيسخن كده بيبتدي يعني، يعني حتى يعني بالعكس احنا حابين جدا جدا ان احنا نسمع حضرتك ونسمع راي دكتور احمد وراي دكتور كريم. يعني بالعكس، هي فكره ان البانلس من تخصصات مختلفه انه يبقى نرد على التساؤلات بتاعت الاتنديز وحتى بتاعتنا احنا نفسينا يعني اللي موجودين في الفيلد. طبعا يعني يعني انا اولا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب ما تكونش اخر مره، وسعيده قوي ان فعلا الناس حاسه بدور الباثولوجي في الموضوع ده، وانا كنت يعني قد كده سعيده بالموضوع الكولوريكتال كانسر،
لان انا بصراحه الكولون ادينومز او الكولون بوليباي، وخاصه في الاونه الاخيره الحقيقه كان فيها الدنيا عماله تتغير كتير وبسرعه وكلام كتير حواليها. اولا بس في نقطه ادينوما، يعني انا حتى يعني دايما اقول يا جماعه لازم يعني حتى للطلبه بتوعي تتعلموا باثولوجي كويس، تتعلموا باثولوجي كويس، مش عشان الباثولوجي مهم يعني، عشان انا يعني الواحد يعني ده البرانش بتاعه، بس اتليست تبقى عارف الريبورت بتاعك لما يجي لك انت محتاج منه ايه وايه الديفكت اللي فيه. يعني بقوله دايما ما تخليش بتاع الباثولوجي يضحك عليك، ودايما تبقى فاهم انت فعلا جاوب على اسئلتك ولا لا، ولا في اسئله ما تجاوبش عليها والطالب ان هو يجاوبك عليها. اولا الادينوما ايكوال ديسبليزيا، فبيناين ادينوما شويه عمليه irritation. يعني تعريف البيناين والمالجنانت يمكن مختلف من برانش لبرانش، بس احنا انا بالنسبه لي ادينوما ايكوال ديسبليزيا ايكوال ان الكولونوسكوب يتعمل كل 3 سنين، ده البروتوكول اللي المفروض بيتعمل بره. ان انا جاست ان انا كتبت في الريبورت بتاعتي ادينوما ايفن لو جريد ديسبليزيا، يبقى البيشنت ده هيتعمل له فولو اب كل 3 سنين. تمام، كانت ابتدت تطلع السريتد بوليب والسريتد ليجن اللي هي الادينوما سلاش بوليب، وبعد كده تراديشنال سريتد ادينوما. وكانت يعني ايفن ان الستاندرد ان انت الدايجنوز الكلام ده كل شويه يطلعوا لنا حاجه جديده. فكانت اخر حاجه كانوا بيقولوا ان الديسبليزيا جاست ان انا بقول الادينوما، يعني جاست ان هي في عندك بوليب فيها ديسبليزيا بقت ادينوما، نو ديسبليزيا يا ترى فيها سيريشن ولا ما فيهاش. اخر حاجه ريسوا عليها لا ده ايفن السيريتد ادينوما او سيريتد بوليب سلاش ادينوما فيها ديسبليزيا اور ويزاوت ديسبليزيا، لو فيها ديسبليزيا اتضمت للادينوما وبقى الفولو اب بتاعها كل 3 سنين، لو ما فيش ديسبليزيا احنا بقينا كل 10 سنين. ف يعني في ناس في الريبورتات كانت تقول ادينوما نو ريماركبل او نو ديسبليزيا او ما فيش ديسبليزيا، نو ادينوما وذاوت ديسبليزيا، لو انت مش شايف ديسبليزيا يبقى ده يعني هتحط دايجنوستس تاني غير الادينوما. الفولو اب يمكن احنا اتكلمنا على الادينوما بس لا، الفولو اب كمان انا بيجي لي في الانفلاماتوري باول ديزيز، وانا متهيألي الاندوسكوب برضو بيلعب دور كبير قوي في الانفلاماتوري باول ديزيز. جاست ان انا قلت له ان بقى في تيك كير بقى في ديسبليزيا فور شور لازم الفولو اب والكولونسكوب هيبقى مور فريكوينت زي ما كان لسه كويسنت ستيت، او ان ما فيهوش اي مشاكل جاست ان هو ريميشن واكسسبيشن. فدي يمكن بس الحاجات اللي انا كنت عايزه اوضحها واعمل بس ستريس عليها لغايه ما نيجي للنقطه بتاعت الباثولوجي ريبورت ازاي نكتبه وايه المعلومات اللي المفروض ان انا اديها للكلينيشن عشان ان هو فعلا يقدر يعني you collect final diagnosis للحالة بتاعته. شكرا. شكرا دكتور رشا على الإفادة والمداخلة القيمة جدا من حضرتك. هنقل بس للدكتورة شيماء في الاريا بتاعتها بقى تقول لنا بقى السؤالين الجايين دول، يعني ايه early colon cancer؟ اعتقد المقصود مش early onset، مقصود early stage colon cancer. والسؤال الثاني لو انا ديتكت ايرلي كولون كانسر، ايرلي ستيج كولون كانسر، ازاي هشيله؟ بوليبوكتومي ولا اي ام ار ولا اي اس دي؟ دكتوره شيماء معانا حضرتك؟ اه معاكي دكتور محمد. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. اولا بشكر دكتور محمد وبشكر جيفتس طبعا على الويبينار المفيد والمهم. وهاكد على كلام دكتور محمد ان موضوع الكولوريكتال كانسر ده is a very hot topic and it will يعني be a very hot topic for the coming 10 years لغاية ما نشوف حل الكولوريكتال كانسر لكذا سبب. أول سبب إن الكولوريكتال كانسر is the most common GI malignancy، وإن هو السكرينينج تول بتاعه الوحيد اللي ليه قيمة حتى الآن هو الكولونوسكوب.
وزي ما قال دكتور محمد برضو ان التارجت بتاع السكريننج مش ان انا اديتكت الايرلي كانسر، لا التارجت بتاعي ان انا ابريفنت ذا ديزيز. عشان كده الكولوريكتال كانسر is considered a preventable disease وهو ده المهم. فهي القصه مش في الكولونوسكوبي ان انا ادخل واخرج، احنا بنتكلم مع زمايلنا الاصغر مننا، مهم جدا ابقى فاهم يعني ايه ادينوما ديتكشن ريت، ان الوزدرول تايم بتاعي ما يقلش عن 6 ل 8 دقايق، ان انا لازم افلي كل حته في القولون عشان انا لو ما شفتش الليجن او انا عديت الليجن لاي سبب بقى، عندي مش متحضر كويس، انا مش اكسبيرينسد كفايه، انت خلاص كده انت ضيعت العيان ده. خصوصا ان منظار القولون مش منظار السهل ان انا اقنع العيان ان هو يريبيت لاندوسكوب اجان. وعايزه كمان اضيف معلومه ان رغم كل السكريننج بروجرامز اللي اتعملت على مستوى العالم كلها، ستيل ذا ريت اوف كولوركتال كانسر ستيل هاي. فده معناه ان هو يعني على الارم اللي فيه ان انا بعمل ايرلي ديتكشن وريسكشن و و و الارم الناحيه الثانيه اللي قصاده، ان مع انكريزنج بقى الهاي ديفينيشن سكوبس والحاجات اللي هي الفيرتشوال كروما اندوسكوبيز كمان والاي اي الجديد ده طلع مور اند مور ليجنز. ففي الاخر اتس لايك ا زيرو باترن، يعني انت في الاخر رغم كل ده لسه الانستنس اوف كولوركتال كانسر از فيري هاي. فاحنا لسه قدامنا كتير قوي محتاجين نعمله، فده مهم. يعني دكتور محمد قال جمله مهمه واي، ودي مهمه جدا ان انا ابقى فاهم انا بعمل ايه وبعمل ليه. عشان كده البيشنت اللي بيعمل كولونوسكوبي فور سكريننج المفروض ان المنظار بتاعه يبقى مختلف تماما، يعني مش مقبول ان العيان يكون مش متحضر كويس، مش مقبول ان انا اشتغل بمنظار مش هاي ديفينيشن اي ويل ميس ليجن. انا لو عملت منظار لمريض ان اي ميس ليجن اي كيلد ذس بيشنت، عشان هو مش هيعيد المنظار لان الايرلي ليجنز غالبا 100% they are asymptomatic. ففي الاخر انا خلاص قلت له انت سليم، ودي اكتر حاجه مزعجه في الحياه. يعني يمكن انا عايزه انفسايز على النقطه دي ان الدايجنوزز اهم من العلاج، اهم من ان انت تكون بتعرف تعمل ريسكشن، ان انت لازم تشخص صح، لان انت لو شخصت غلط انت خلاص قتلت العيان ده. لكن الريسكشن على الاقل انت حطيته على التراك، هو يروح لحد تاني بقى يعمل له ريسكشن، يروح يشوف يعمل whatever ايا كان الباثوي اللي هو هياخده بعد كده، لكن انت كنت الفيرست لاين. فلو الفيرست لاين بتاعك ده ما هواش قوي enough، first line بتاعك ده مهزوز. ودي مشكلة ان الناس كلها مهتمية قوي قوي بالadvanced techniques وسايبة البيزك training. واحنا يمكن طبعا كل الاساتذة ودكتور محمد نجيب وبقية الاساتذة الموجودين متفقين معايا ان احنا عندنا defect في البيزك training، وده يمكن من احد اهم الحاجات اللي gifts كانت بتأوير ان احنا هنركز قوي على البيزك training، لان ده الفيرست line، هو ده اللي بيقابل العيان، هو ده اللي بيوجهه بيوديه فين. فالكولونوسكوب بتاع السكريننج او الكولونوسكوبي ده is a dangerous tool، انت يا اما هتودي العيان يمينا ام شمالا. طيب اجاوب بقى على الاسئله دكتور محمد، معلش انا اسفه على الاطاله، بس دي كانت يعني مهمه ان هم يتقالوا. لا مقدمه ممتازه بصراحه وفي الجون يعني. اتفضلي. اول حاجه يعني انا المقدمه دي يمكن سببها ان انا بشوف احنا في القصر العيني، وطبعا دكتور وائل ودكتور محمد عارفين القصص دي، احنا بنشوف ريفيرلز كتير جدا، والريفيرلز دي يمكن جزء كبير منها ريفيرلز مش صح وبيبقى فيها مشاكل كتير للبيشنتس. فالواحد بيزعل قوي 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 لما بيلاقي كده. والموضوع على فكره مش علشان هم كبير او صغير اللي عمل المنظار. نو اتس نوت لايك ذس ايشو، اتس ذا ايشو ذات دي هاف ا ديفكت ان ذا تريننج. ما حدش قال لهم ازاي يتمرن على الحاجه قبل ما يعملها، هو خد المنظار ودخل وخرج وخلاص. فطبعا دي مشكله كبيره جدا، وانا نفسي ان احنا يكون لينا دور في تغيير ده. I know this يعني it will be a challenging job، بس انا نفسي ان احنا نغير ده. طيب regarding بقى موضوع الكانسر، احنا عارفين ان ال جي اي وول او الكولوركتال وول دي معموله من كذا طبقه. احنا عندنا الكانسر roughly كده لما يبقى ماسك في الميكوزا ومش داخل في السب ميكوزا، ده احنا بنسميه T1A. لما بيخش في السب ميكوزا بنسميه T1B. لما بيمسك في المصل بنسميه T2. وانا هقف عند هنا مش هكمل، لان هو الليفل بتاع الاندوسكوب او الاندوسكوب بتاعي يقدر يسكت انهي ليجن، يقدر يسكت the mucosal lesions اللي هي T1A. فالليمت بتاعي يعني انا في المطلق بنقدر نشيل البوليبس اللي هي
الادينومز سواء بديسبليزيا او مش بديسبليزيا. وطبعا هي دكتوره زعلت عشان هو دكتور محمد قال بناين, بس هي اتس نوت كانسر يعني ديسبليزيا فور اس از نوت كانسر بس اتس ريسكتبل, ات شود بي ريسكتد بيكوز اتس بري كانسرس. فاحنا بنشيل الليجنز اللي موجوده في الميوكوزا الليجنز ايا كان بقى نوعها طلع ايه. What about the GI cancer? هل كلمة cancer هتخوفني وتقولي يلا أجري على الجراح لازم أودي الليجن ده أو لازم أودي العيان ده للجراح؟ No, it's not anymore. والكلام ده قديم بقى له أكتر من 25 سنة, بس هو it's not still not applicable لغاية اللحظة اللي احنا فيها. لأن احنا بنقول إن الكانسر لما ماسك في الميوكوزا اللي هو T1A and it's cancer, it could be resected endoscopically. وحتى لما يبقى T1B يعني دخل في الساب ميكوزا, احنا قسمنا الساب ميكوزا دي into three لثلاث طبقات خلاص, three layers. SM1 اللي هي ساب ميكوزا البارت 1 و SM2 وبعد كده SM3, وهي بترتيبها كده 1 2 3 1, هو superficial, 2 is the middle, 3 is the deep part. فأنا مسموح لي كإندوسكوبي وايز إن أنا أشيل لغاية SM1, يبقى أنا أقدر أشيل الكانسر T1A SM1. طب هم على أي أساس قرروا ده؟ على أساس إن الستاديز والميتا أناليسز واوا كلها أثبتت إن الريسك of lymph node metastasis is minimal لما أنا بيبقى عندي intramucosal cancer و is minimal لما يكون عندي SM1. والSM1 هنا اختلفت من الأسوفجس للستومك للكولون, فالكولون يمكن واخد رينج اكتر في ريسكشن اكتر منه من الاسوفجس والستومك. فالقاعده العامه في الاندوسكوبيك ريسكشن ان انت لما تيجي تنزل من الاسوفجس للستومك لما تيجي تطلع فوق الكانسر از مور اجريسيف, ستومك واسوفجس از يوزوالي مور اجريسيف في الايرلي ستيجز. فعشان كده الكولوريكتال كانسر مسموح لغايه 1000 مايكرون في ريسكشن, غير الستومك 500, غير الاسوفجس 200. فالقاعدة الأساسية في الريسكشن كل ما تنزل تحت down from the esophagus to the stomach to the colon you can resect more deeply. This is for the resection of colorectal cancer. وطبعا في كلام كتير مش هشغل يعني دماغ الناس, احنا بس بنرسي قواعد ان احنا في طبعا ناس بتتكلم على more deeper resection دلوقتي, وبنتكلم كمان على intermascular resection على أساس ان الكيمو والراديوثيرابي حصل فيهم تطور رهيب الفترة اللي فاتت لدرجة ان احنا بقينا نعمل فولو اب لعيين واخدين نيو ادجوفنت اصلا ما نلاقيش تيومرز, فخلاص بقى ممكن يعني, بس ستيل ده كل ده بره الجايد لاينز. احنا بنتكلم على البروفن لغاية دلوقتي, لكن توقعاتنا ايه الفترة الجاية هيحصل تشينج في الجايد لاينز لان الادفانسز اللي حصلت في الكيموثيرابي كانت قوية, ما بقيناش نلاقي ليجنز, فده ممكن يعني يؤدي دور كبير الاندوسكوبي يكمل على الجزء الباقي, او العكس صحيح الاندوسكوبي يبتدي والباقي يكمل عليه الكيموثيرابي. موضوع ريسكشن بقى التارجت اوف ذا ريسكشن سواء كان هي ما هياش بالمسميات, ما هياش ام ار ان اس دي اند بوليبكتومي, ذا تارجت اوف ذا ريسكشن از ذات يو شود هاف ا سيفتي مارجن. انت لازم يبقى عندك سيفتي مارجن لما تيجي تشيل بوليب وترفعها, لازم تاخد معاها جزء من النورمال, علشان وده مهم جدا وجود ا ديديكيتد باثولوجيست زي ما الدكتوره تفضلت وقالت, قالت كلام في منتهى الجمال. انت لازم انت تكومينيكيت مع الباثولوجيست بتاعك, ما ينفعش انت في وادي وهو في وادي تاني, لازم تتكلموا مع بعض. ويمكن احنا لما بدأنا البروجرام من 4 سنين في مصر كانت اول حاجة عملناها ان احنا دورنا على dedicated pathologist يكون معانا hand to hand, وهو نفسه او هي نفسها يعني كبرت معانا وفهمت معانا حاجات كتير احنا نفسنا ما كناش فاهمينها او تعلمناها مع الوقت. فوجود dedicated pathologist is really important, وان هو يقول لك ان انت السيفتي مارجن بتاعك ده زيرو, ده is really important. يعني انت مش بس بتبص على اللاترال مارجنز, لا كمان بتبص على الديب مارجنز. فما دام انا التارجت بتاعي is the safety margin, والله لو الليجن ده السنير هيعرف يشيله بالسيفتي مارجن خلاص go ahead. لكن لو السنير مش هيقدر يشيله, ما عنديش سنير يقدر يجيبه سواء بقى كان ليجن كبير لافف ما اعرفش ايه, فانا الريسكشن بتاعي بدل ما يبقى ام بلوك ريسكشن وهو ده التارجت هيطلع بيس ميل, يبقى I'll go for the step further. يعني والله لو انا بعمل ستاندرد بوليبكتومي هعمل ام ار, لو انا بعمل ام ار هطلع سنه اعلى اللي هي الاي اس دي. فهي الفكره كلها ان ذا تارجت
of resection is in block resection. So you blocked the lesion, انت شلت الليجن ده كله in block, راح للباثولوجيست والله قال لك ده انا عندي السيفتي مارجن laterally كويس جدا في كل حتة, الديب مارجن عندي كويس في كل حتة, بيبص على الليمفوفاسكولار امبولاي, يبقى خلاص كده انا I resected this lesion وانا مرتاح ومطمن تماما ان انا كويس, او ان انا يعني وصلت البيشنت بتاعي ده لبر الامان. فهدف الريسكشن الاساسي هو الان بلوك ريسكشن, ايا كانت الطريقه بتاعت الان بلوك ريسكشن بتاعتي, مش لازم ان هي اس دي واجري ورا الاسامي الكبيره, لا احنا لو لقينا ليجن صغير ويقدر السنير شور يشيله ان بلوك انا بقدر اشيله ان بلوك, لكن طبعا لو لقينا لاترال سبريدنج تيومرز او اللي هي الحاجات الكبيره والحاجات اللي فيها سسبيشس اوف انفيجن, اتس بيتر طبعا ان انا اشيلها بالاي اس دي. والبيس ميل ريسكشن دلوقتي ما بقاش يعني بقى عليه كويستشن ماركس كبيره, رغم ان بعض الدول زي مثلا اوروبا بالذات او الدول الاوروبيه, لان لسه الاي اس دي ما هواش واخد ابر هاند هناك, بيقولوا ان انت لو انت باي يور اوبتيكال ايمجينج انت دايجنوز ذس از ا بيناين ليجن ان هو ما فيهوش كانسر, ان انت تقدر تشيله بيس ميل. بس احنا بنقول ان الان بلوك ريسكشن ستيل هو التارجت الاساسي, عشان انا بعد ما اعمل يعني بعد ما عملت بيس ميل ريسكشن لليجن كبير جدا اللي هو اسهل واسرع وممكن ناس كتير تعمله, لو طلع في جزء من الجزيئات بتاعه الليجن ريسكتد ده انتراميكوزال كانسر, انت بعد كده هتحتار, ما انت ما عندكش سيفتي مارجن, طب وبعدين, طب لو في سب ميكوزال انفيجن طب وبعدين, فهيبقى دايما انت امرك متحير لان انت ما عندكش evidence يقول لك ان انت عندك free margins. فا again and again ال in block resection هو التارجت ايا كانت الطريقه, سواء كانت polypectomy EMR او ESD, المارجنز عندي مهمه جدا جدا لان هي اللي هتقولي العيان ده هيكمل معايا ولا هو محتاج more further step. يعني I hope ان انا اكون نفعتكم. أنا مش سامع حاجة دكتور محمد, شايفك بس مش سامعك. شكرا دكتور شيماء, وهيك يعني أصبتي أكثر من هدف يعني في الكلمات بتاعت حضرتك. قلنا يعني إيه early cancer ويعني early tumor, early colon cancer regarding its stage. قلنا التارجت بتاعي في الريسكشن of each lesion إن أنا أعمل لها end block resection وتأكد lateral margins free وان vertical margins كمان free وان يكون معايا dedicated pathologist عشان يحكم على شغلي. هنيجي بقى الوقت للدكتورة رشا, لو تقدر تفيدنا بقى اذا كان في frequent form او pathological types هي بتشوفه كتير, ولو في certain tissue markers نبص عليها عشان نكونفيرم ان ده of colonic origin مش جاي من اي نيرباي ستراكشرز. ترى اتفضلي حضرتك معانا. انا سامعه بس يعني هل صوتي واضح ولا الصوت بيقطع؟ هل النت عندي كويس؟ حضرتك ما شاء الله كويس جدا. تمام طيب اوكي تمام. هي بس يمكن برضو الحاجات اللي انا يعني انا ما بشوفهاش في البراكتيكال فيلد, في زي برضو ما احنا كنا بندرس او بندرس دلوقتي ان في اماكن في الجسم السكندرز فيها بتبقى قليله. يعني انا دلوقتي لو شفت ادينوكارسينوما في الكولون, فيعني 90% او اكتر من 90% كمان هي برايمري, يعني انا ما بحتاجش ان انا ادوكيومنت ان ده برايمري كولوركتال كانسر. لكن انا لما بيحصل ميتاستاسيس زي مثلا في اللونج او كده, انا بضطر ان انا اعمل الماركرز عشان اشوف الاوريجن للميتاستاسيس ده. يعني زي مثلا انا لقيت اللي احنا ترشح من البراكتس بتاعنا بنقابله في الكولونوسكوبي, هل هو من نيرباي ستراكشر زي البروستيت زي الادينكسا كدايركت يعني كدايركت انفيجن هو طبعا برضو في حاجات احنا يعني دايما نقول ايه حتى اكسبريشن التيومر جاي منين. يعني لو التيومر جاي من بره تمام وانت كتميكوزا
فأول حاجة ممكن أفكر فيها زي تفكير حضرتك كده، إن هو ممكن يكون لو ميل فبتبقى بروستيت، لو في ميل تبقى حاجة من اليوترس أو من اليورينري بلادر أو كدايركت اكستنشن يعني. فساعتها إحنا زي ما حضرتك تفضلت بتقول، ممكن ان احنا ساعتها بنستخدم الماركر، واهم يعني سبيسيفيك ماركر كان في الاول بنستخدم السي كي 20، دلوقتي في اللي هو السي دي اكس 2 والسي دي 20 والماك 2، دول ممكن الحاجات يعني سبيسيفيك هي، بس كمان بس الاميونوستين زي ما بنقول ان لازم اللي يدخل فيها يبقى فاهمها كويس قوي. لازم يبقى فاهم هو داخل عشان يكونفيرم ايه، مش جاست ان هو بيدور على دايجنوزس يعني. وده طبعا لازم برضو مع الكلينيكال داتا، مع الـ مع الانفستيجيشنز التانية، اذا كان بتاع ده يعني سيروم ماركرز وي وي وي. فانا ساعتها بختار الماركرز اللي بدخل عشان اكونفيرم الدايجنوز بتاعي، لاني الاميونوستين ما فيش حاجه 100 يعني، ما فيش حاجه اسمها السنسيتيفيتي بتاعتها او السبيسيفيتي بتاعتها 100%. في حاجات كتير بتوفرلاب مع بعض، في طبعا دي برضو من ضمن الدايليما اللي بتقابلنا في الاميونوستين. على قد ما هي بتسهل لنا حاجات وبتحللنا مشاكل، على قد لو الواحد مش مادي ايده من الموضوع، لا الاميونوستين ساعات بيلخبط الواحد اكتر من ان هو يحلله المشكله دي يعني. فده بالنسبه للاميونوستين او الحاجات اللي سبيسيفيك للكولون كانسر، السي دي اكس 2 او السي دي 20 والماك 2 زي ما وضحت في اول السؤال. حضرتك في يعني certain types prevalent في certain age group أو كده، ولا ما فيش فرق في pathological types؟ هل pathological type ده برضو كانت من ضمن الأسئلة اللي طرحت، هي the common is common. يعني إيه the common is common؟ يعني ال non otherwise specified colon cancer اللي هي الأدينوكارسينوما، زي مثلا في breast cancer أو whatever، هي more common يعني، يمكن أكتر من 60% اللي هي الأدينوكارسينوما أو اللي إحنا بنقول عليها non otherwise specified. ودي بنقسمها يعني، أنت بقى مطلوب مني إن أنا أوضح لك إن ده هل ده well differentiated ولا moderate differentiated ولا poorly differentiated، التي بتاعه وصل لغاية فين، لو هو complete excision بشوف الوصل لغاية فين الدبس بتاعه، لازم أكومنت على الليمفو فاسكولار إمبولاي، ولازم أكومنت على البرينيورال إنفيجن. حاجات كتيرة طالعة دلوقتي التيومر بادز، هي يمكن في الـ WHO لسه ما نزلتش في الستيجنج، لكن بقت من ضمن بنقول عليها independent prognostic factor التيومر ديبوزيتس، وتعريف التيومر ديبوزيتس والنمبر بتاعها، الليمف نودز لو كانت ريسكشن لازم برضو بقول عددها وبعمل الـ N stage. زي ما قلت لحضرتك ووضحت اللي هي الادينوكارسينوما هي ذا موست كومن، ملهاش ريليشن للايدج قد ما ليها ريليشن للبروجنوزس. يعني انا في حاجات زي ما قلت لك مطلوب مني ان انا احط لك الجريدز بتاعها، لكن في حاجات بتاخد الجريدز بتاعتها من اسمها. زي ايه؟ زي مثلا الميدالري كارسينوما او الادينوما لايك ادينو كارسينوما او سيريتد كارسينوما، الحاجات دي از ات از دي ويل يعني الجريدز بتاعتها او البروجنوزس بتاعها بيبقى كويس. وفي يعني وفي هيستولوجيكال تايب باي ذا نيم هي بور بروجنوزس وهاي جريد، زي مثلا السيجنت رينج او زي المايكرو بابيلاري كارسينوما. يعني برضو دكتورة شيماء لما اتكلمت وقالت، طبعا انا بحييها تماما على الان بلوك ريسكشن،
للاسف الشديد انا في ساعات اقول له ان المارجن كان نوت كانوت بي اسست ديو تو فراجمنتيشن اوف ذا بايوبسي. فدي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا. لكن انا لو في عينه وطلع فيها ان ده مايكرو بابيلاري كارسينوما لا مجال ان انا اعمل جاست بوليباكتومي او جاست ان انا ده لازم هيتعمل له يعني هيتعمل هيدخل سيرجيكال ويتعمل هيميكولكتومي حسب بقى رايت ولا ليفت حسب مكان البايوبسي. فزي ما بقول لحضرتك هيستولوجيكال مش ريليتد للايج قد ما ريليتد للبروجنوزس للكانسر نفسه. هل كده انا جاوبت السؤال ولا في بوينتس عايزه تتوضح؟ تمام يا رشا ما شاء الله. بس هو في سؤال جاي لي كده على البرايفت ما اعرفش ليه هو بعت على البرايفت يعني. تمام. هو بيقول حضرتك كباثولوجيست هو بيقول انا بتضايق جدا لما يجي لي باثولوجي ريبورت لبيوبسي انا خدتها كاتب انها نوت كونكلوسيف ريزلت او نو مالجنانت تيشوز انكلودد. تمام. فهل حضرتك تحب تبقي بلايندد كباثولوجيست بالاندوسكوبي ريبورت ولا تحب تعرفي الاندوسكوبيست شايف ايه وتكملي حضرتك الفحص بتاعك؟ لا طبعا انا مش عايزه يعني انا يعني الـ زي ما بنقول اني ودايما بقول يا جماعه احنا ده بازل وكل واحد بيكمل التاني. يعني مش الباثولوجي قاعد لوحده والاندوسكوب قاعد لوحده والجراح هيشتغل لوحده. ما فيش حاجه اسمها كده. وده وخاصه يمكن الاندوسكوب يبقى هو طبعا مهم جدا الاندوسكوب. ولما يقول لي انا شايف ماس تمام والعينه اللي عندي فري اوف مالجنسي لا اقول له من فضلك لو انت فعلا مش شاكك ده انت لما يقول لي ان في ماس وعامله اوبستراكشن والكلام ده لكن الماتيريال اللي عندي ما تقدرش تجزم بكده اقول له لا انا اسفه لو تقدر تدخل وتعمل مور تيشو ريبايوبسي عشان اساس الكيس. ما هو انا قدامي حاجه ما يعني انا مش يعني اللي شايفاه هو اللي هكتبه. دكتوره رشا انا بس اسمحي لي بس انا يعني هرجع للدكتوره شيماء او هقدم شويه للدكتور احمد. كتير دلوقتي من الدول بداوا يتكلموا عن الاوبتيكال دايجنوزيس انا مش محتاج اخد بايوبسي اساسا انا شايف انها مالجنانت. حتى العرب بيقولوا مثل كده ليس بعد العين اين يعني انت شايف حاجه بعينك مفيش داعي بقى فانا شايف بالاندوسكوبي كويس انها اتس مالجنانت ليجن. في دول خلاص زي اليابان مثلا خلاص باي اوبتيكال دايجنوزيس انا هي مالجنانت هشيلها بس هشيلها اندوسكوبيكال. هل الموضوع ده برضو دكتورة شيماء نطبقه على الجراحة والدكتور أحمد لو معانا برضو هل ممكن السيرجون نوصل لمرحلة إنه ممكن يريسكت سيرجيكال ريسكشن على اندوسكوبيك دايجنوزيس مش بدون تشو دايجنوزيس؟ يا ريت أسمع رأي دكتور أحمد دكتورة شيماء لو يفيدونا في الأمر يعني. مساء الخير يا دكتور محمد. أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر كل الاتنديز على إن أنا أول مرة أشارك معاكم في جيبس. هو سؤال حضرتك هو سؤال قوي جدا. تمام. انا عارف ان ده ممكن يكون حاجه بره جايد لاينز بس اكشوالي احنا ساعات بنعملها. يعني انا لما اكون مثلا عندي عيان بيشنتس ديفينيت ان هو بالنسبه لي مالجننت بالسي تي او الام ار اي كرايتيريا وفي نفس الوقت بالاندوسكوبي تمام وهو في المرحله اللي هو مش محتاج ياخد نيو ادجمنت اوكي ممكن ان انا ادخل تو ريسكت من غير استنى الباثولوجي تمام لان هو ديفينتلي لو انا عندي ماس في الكولون تمام والماس دي ريسكتبل وهي بالكرونوسكوب شكلها ان هي مالجننت تمام ممكن ادخل كده ممكن ادخل واعمل ريسكشن. انا يعني اوقات كثيره جدا بيهمني الكرونوسكوب مش في الليجن ده بيهمني ان انا اعرف اذا كان في سينكرونس ليجن تاني ولا لا. هو ده برضو الجزء تاني بيهمني من الكرونوسكوب مش جاست فور دياجنوزس ان انا عندي مالجنانت ماس. انا بيهمني هل في سينكروس ليجن هل في بوليب تاني البوليب ده هل هو مالجنانت في انفيزيف كارسينوما او انفيزيف كارسينوما. الحاجات دي كلها بتفرق معايا. بس لو جاست انا عندي بالكرونوسكوب في مالجنانت ماس باي لوكينج اوكي والعيان مش محتاج ياخد اي ادجمنت يعني اتس نوت ريكتال كارسينوما اور نوت انال كارسينوما اي كان دو ات.
عارف ده ممكن. اي فندم اتفضل. شكرا جزيلا على التوضيح الرائع، وده بصراحه يخلينا احنا ككولونوسكوبيست بقى ناخد بالنا قوي من الريبورت ومن كل كلمه احنا بنقولها، يعني هو لانها اكيد ممكن طبعا فعلا ده تكون مهم كورنر جدا ستون طبعا. ل سترونج ديسيجن. بالظبط كده. وانا الحركه انا عملتها كتير جدا، بس انا اللي يهمني اكتر او ساعات بستنى الباثولوجي على ايه، ان انا استنى البوليبس الثانيه اتاكد هل في انا سينكروس ليجن ولا لا، لان ده بيخليني اغير ديسيجن جراحي تماما. اوكي، لكن انا عندي سيجمويد ماس شكلها مالجنانت والعيان محتاج سيرجي، هي اي ويل جو فور سيرجي اند كونسيدر ات مالجنسي اند اي ويل جو فور اونكولوجيكال ريسكشن. شكرا فندم، شكرا جزيلا. عفوا عفوا. أنا عايزة هل تفضلي تقول على شيء، تفضلي فندم. الأوبتيكال دايجنوزز عشان ده مهم جدا. يعني هو طبعا موضوع الكولوريكتال ده كبير قوي، في كل نقطة فيها عايزة أصلا ويبينار لوحده، فموضوع الأوبتيكال دايجنوزز ده مهم جدا جدا جدا. يعني دلوقتي احنا عندنا ادفانسز رهيبة في الاندوسكوب، وبقى في زوم اندوسكوبي، وبقينا عندنا سكورينج سيستم بلاد فيزلز جوه الادينوما. فيعني المفروض ان احنا يعني في كل الدراسات اللي في العالم ومن سنين اثبتت ان الاوبتيكال دايجنوزز اوف ذا اندوسكوب از سوبيريور تو ذا ايمجينج بكتير. فاحنا لغايه ما طبعا، بس هو ده يعني هو الاوبتيكال دايجنوزز ده هم لما عملوا الاستاديز دي كان الفاينل ريزورت بتاعهم، او اللي بيسموه يعني الاوتكم اللي بيقارنوا بيه هو الباثولوجي. فهو الباثولوجي هو الباك بون، يعني هو اللي انت بتقارن بيه، ويمكن ده مهم جدا لغايه الباثولوجي هيفضل موجود لغايه ما الاندوسكوبي هنا في مصر يبتدي يعود عينه على شكل الليجنز ويبتدي يمتحن نفسه. يعني انا احنا وصلنا لمرحله خلاص انا بقيت ايه، يعني ايه امتحن نفسي اقول دي هتطلع هامرتوميتس بوليب، مش بس بقى ادينوما ولو جريد، دي شكلها هامرتوميتس بوليب، دي شكلها هايبر بلاستيك، دي شكلها ما اعرفش ايه، ده شكله تي 1 اي كانسر، ده شكله كذا كذا كذا. فلغايه ما عينينا تتعود على الباثولوجي، انا عارفه ان انت كنت في اليابان يا دكتور محمد، لغايه ما تتعود على القصة دي ونبقى أشطر في القصة دي هيفضل الباثولوجي هو الباك بون. بس الأوبتيكال دايجنوزز مهم ليه بقى؟ علشان ما ينفعش أبقى مثلا بشيل أدينوما وأنا شايفة إن هي أدينوما قدام عينيا وألاقي بعد كده الباثولوجي أو التاريخ جاي هايبر بلاستيك، عشان المريض لما بقوله روح لفلان يعمل لك الباثولوجي، هو مصمم يروح لمكان تاني فبيطلع فأنا لازم يبقى الأوبتيكال دايجنوزز بتاعي كويس. أنا في الفترة اللي إحنا فيها، عشان إحنا بنكلم زمايلنا اللي يمكن يكونوا أصغر، في الفترة اللي احنا فيها الأوبتيكال دايجنوزز مهم جدا جدا، بس مش هعتمد عليه لوحده، لازم الباثولوجي معايا. بس لما يرجع لي الباثولوجي بكلام مش منطقي، لا أراجع نفسي مرة واثنين وثلاثة، وأراجع الباثولوجيست مرة واثنين وثلاثة. عشان كده مهم جدا نبقى احنا بنشتغل في ام دي تي، ما ينفعش كل واحد يبقى ماشي مع نفسه، لازم احنا كلنا نتعاون، ان في الآخر هو قرار واحد لعيان واحد. فلازم انا والسيرجن والانكولوجيست والباثولوجيست كلنا نتكلم سوا. يمكن دكتور كريم مشهور معانا وعارف ان احنا قابلتنا حالات كتيره، يمكن الحمد لله نجحنا ان احنا نعمل فيها حاجه، وفي حاجات لونج تيرم كمان وحصل لها ريلابس و واحنا كلنا بناخد قرار مشترك. فموضوع ان كل واحد لوحده ده ما ينفعش. اما موضوع الاوبتيكال دايجنوز ده مهم، ولازم اعود عيني على شكل الحاجات، لان within the coming years هيبقى الاوبتيكال دايجنوزز ده هو هي از يعني ات اوريدي رقم واحد الاوبتيكال دايجنوزز دلوقتي، بس هيبتدي ينتشر في الدول اللي ما كانتش متعوده على ان هي تستخدم الاوبتيكال دايجنوزز اني مور. اوكي، شكرا يا شيماء. هتحرك شويه قدام الدكتور كريم عشان هو في يمكن ارتباط عنده شويه، هيفتح لنا بقى البلاك بوكس بتاع الكيموثيرابي، اسماء الادويه دي كلها احنا ما عندناش اي فكره عنها، يا ريت حضرتك كده سمبليفاي ات فور اس، ولو جاست منشن ذا نيمز المين سايد افكتس تمام، وامتى بستخدم الكيموثيرابي، عشان الديجن ديستال ولا عشان الديجن بروكسيمال ولا عشان هي انفيزيف ولا عشان العيان صحته كويسه ويستحمل ياخد كيموثيرابي ولا لا ده راجل كبير وكده خلاص كويس قوي الريسكشن اللي اتعمل. اتفضل دكتور كريم افيدنا حضرتك، بارك الله فيك. شكرا جدا، واسف ان انا معلش يعني سربعتكم شويه، بس للاسف مرتبط بميعاد. اولا متشكر جدا على الدعوه الكريمه، ودايما ماي بليجر ان انا اشارك مع يعني مع زملائي والاساتذه المحترمين الموجودين. اخد الكلام من بدايه او اخر كلام الدكتوره شيماء في الام دي تي، هو ده اهم حاجه. كل واحد فينا فاهم تخصصه كويس قوي، بس مش فاهم التانيين بيعملوا ايه.
محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض اكتر. الانكولوجي بالنسبه لناس كتيره جدا حته مبهمه تقريبا، يعني الا الناس اللي فعلا انترست ان احنا تعرف الشغل بتاعنا احنا بنعمل ايه وبنفكر ازاي. واحنا فعلا موضوع الام دي تيز ده اخر فتره حسسني ان في ناس كتيره جدا ابتدت تفهم شغلنا. مش هطول في المقدمه بتاعتي، بس هو طبعا موضوع كوركتل ده بحر، يعني انا حاول ان انا اقول النقط اللي هي الاسئله اللي هي ان شاء الله نجاوب عليها باختصار. انا صوتي مسموع كويس بالنسبه لكم ولا؟ طبعا يا فندم طبعا مسموع تمام. كويس. يعني هنحاول افصل الامور الاول. يعني عندنا كولون كانسر، عندنا ريكتال كانسر، الاثنين علاجاتهم في حاجات متشابهه شويه، بس الريكتال جايز فيه حته زياده. فهبدا الكلام الاول على الكولون كانسر. احنا عندنا 4 ستيجز، هو فعلا وفعليا في ستيج 0 بس ده يعني احنا مش بنشوفه خالص تقريبا، كارسينوما ان سايتو. ستيج 1 حلها طبعا سيرجيكلي على طول تتشال، ملاش اي ادجمنت تريتمنت عندنا ان هي تبقى 100% كيوريت. نبدا الكلام من اول ستيج 2. ستيج 2 و 3 هي لسه ما زالت كونفايند تو ذا كولون. 3 وصلت لوك ريجنال ليمف نودز. ستيج 4 ده حصل ديس ميتاستاز او راحت مكان تاني. بالنسبه للستيج 2 هو ده اللي عندنا دايلاما شويه في الانكولوجي. نديها علاج كيمو بعد العمليه، ما نديهاش علاج بعد العمليه، يعني بعد مهاترات وبعد سنين وبعد جدالات في الاخر اتفقوا ان احنا نقسم ستيج 2 دي الى حاجه اسمها لو ريسك وحاجه اسمها انترميديت ريسك وحاجه اسمها هاي ريسك بناء على الريسك فاكتورز. الباثولوجي برضو الدكتوره تفضلت وقالتهم حاجات اللي هي بتخلي الريسك فاكتورز تبقى بالنسبه لنا مور اجريسيف، زي الليمفوفاسكولار، زي باري نيورال، زي بولي ديفرنشيتد تيومرز، تي 4 تيومرز، الليمف نودز اتشالت اقل من 12. الحاجات دي بتخلينا ان احنا نفكر ندي adjuvant treatment في stage 2. البنفيت قد ايه؟ it is cured بالجراحه، يعني نتكلم في حوالي 85% of patients are cured by surgery في stage 2. في كاتيجوري معينه من العيانين مش محتاجين ياخدوا adjuvant chemotherapy اللي هم low risk stage 2، او لو عملنا تحليل مش عايز اخش في تفاصيله قوي ان هو يعني it's a bit complicated، حاجه اسمها MSI microsatellite instability، ده زي بروتين لو حصل له loss of expression للبروتين ده بيعمل شويه genomic instability، فده بيخلي الخلايا doesn't respond very well للكيموثيرابي. بالنسبه للادويه اللي احنا الناس محبه ان هي تعرف ان احنا open the box شويه، هو الباك بون بتاعنا في علاج الكولون كانسر حاجه اسمها فلورويوراسيل اللي هي عائله حاجه اسمها فلوروبايريميدينز. فيها solution تاخد IV اللي هو فلورويوراسيل، وفي حاجه تانية اسمها زيلوتا او ليكابسايتامين ده اورال تابلتس. اتس ا برو دراج للفلوريوراسيل، بيتحول لفلوريوراسيل جوه جسم البني ادم ان 3 ستيبس. ده كان تراديشنالي هو ده العلاج من السبعينات اب تو ان احنا وصلنا في الالفينات لقوا ان في دواء اسمه اوكزالي بلاتين ده بيتحط في الادجفنت تريتمنت ادى بنفيت. يعني احنا كل حاجه عندنا طبعا مبنيه على كلينيكال ستاديز، فلما حطوا بروتوكول اسمه فول فوكس اللي هو عباره عن فلوروبيراميدين مع اوكسالي بلاتين، لقوا ان هو حسن السرفايفل في الحالات اللي خلت الكيموثيرابي ادجنت. ستيج 3 كولون كانسر هو ده شويه بينقل الحاله شويه الى هاير ديجري. تعريفه ببساطه هو نوت بوزيتيف، يعني اي حاله نوت بوزيتيف دي اسمها ستيج 3 ديزيز. برضو بنقسمها لو ريسك وهاي ريسك. لو حاله T1, T3 و N1 ده بالنسبة لنا low risk، لو حالة T4 N2 disease ده بنسميها high risk. ليه أنا بقول الفرق ما بين low risk و high risk؟ إن إحنا بقينا نعمل شوية de-escalation في العلاج بتاع اللي هو low risk stage 3، بدل ما بياخد علاج فترة 6 شهور علاج بعد العملية ممكن نخليها 3 شهور. Stage 4 ده عيان اللي هو حصل dissemination أو metastasis، ده قصة شوية يعني طويلة. بينا بقى فيه biological agents دخلت في الموضوع وعلاج مناعي وعلاج موجه وحاجات زي كده، أعتقد إنها beyond the scope بتاع الميتنج ده. rectal cancer بس لو هو ده الحتة الوحيدة اللي فرق شوية عن الكولون، إن إحنا العلاج الإشعاعي radiotherapy بقى أو طول عمره it is important في neoadjuvant setting في rectal cancer. نتكلم على T2 plus tumors، دول بيستفيدوا من نيو ادجفنت كيمو راديشن مع بعض.
اب تو ان احنا دلوقتي بقى عندنا بروتوكولز بتعمل توتال نيو ادجفنت ابروتش، ده بيبقى عباره عن كيمو راديو ثيرابي وكيمو ثيرابي، وبنشوف منها ريسبونسز اب تو سي ار. بس انا اي دو ستيل ريكومند ان العيان يعمل سيرجري. في مدارس في يوروب بتقول ممكن ياخد على طول توتال نيو ادجفنت ابروتش وما يعملش خالص اي جراحه، بس انا شايف ده لسه برضه ريسكي بالنسبه ان احنا نعملها هنا. ده بالنسبه لانواع الكيمو والبرود لاينز بتاعت العلاج. معلش لو دكتور محمد بس فكرني ببقيه الاسئله اللي انا محتاج ان انا اكون عليها هايلايتنج. دكتور محمد طب دكتور كريم، لغاية ما دكتور محمد يوصل له ممكن أسأل حضرتك. آه أنت سمعيني كويس؟ طب كويس، أنا فاكر إن صوت يعني. هو دكتور محمد تقريبا ما أعرفش. أوكي أوكي تمام، تفضلي تفضلي. لا أنا كنت هرغي معاه شوية بس. لا تفضلي يا فندم، تفضلي. كريم ما في القصة دي قبل كده. رغي العلماء ده كله فايدة أكيد. إحنا ناقشت مع دكتور كريم إن أنا عارفة إن طبعا ريسنتلي زي ما حضرتك قلت كده إن في حاجات كتير بتتكلم على اللي هي السكولز البروتوكول اللي هي خلاص كومبليتلي ياخد نيو ادجفنت ونخش ما بنلاقيش ليجنز اصلا. فكلمنا عشان تناقشنا في القصه دي وريت نفتح النقاش في الحاجات ان احنا الترند دلوقتي للحاجات اللي هي ان انا اعمل لوكالايزد ريسكشن مش سيرجيكال ريسكشن يعني اندوسكوبيك ريسكشن، وبعد كده الكيمو او الراديو ثيرابي ممكن يكمل على الباقي. فانا كنت عايزه اعرف راي حضرتك في القصه دي. هي فكرة ان انت تعملي اللي هو upfront resection followed by Q. يعني كده بنتكلم على حاجة ريكتل صح كده؟ ريكتل الريكتل كل البوزيتيف ستادي عندنا هي كلها نيو ادجفنت، يعني up to ان احنا لو عملنا surgery followed by اللي هو اللو radiation بتاعنا بتقلل من فرص اللوكال كنترول، يعني عندنا فرص اعلى ان يحصل recurrence. وده يعني it is proven في كذا يعني multi national studies. يعني فاحنا دايما بنفضل الابروتش ان هو يتعمل نيو ادجنت. ممكن زي فكره البريست كده، عارفه لما في الاول مثلا بنعمل كليبنج لمكان الليجن او حاجه، ما اعرفش هل دي مثلا عليها ستاديز ولا لا، بس يعني انا فعلا بشوف بعد نيو ادجنت كيمو راديو حالات كتيره جدا تيجي تعمل جراحه يقول لك اتس كومبليتلي فانشت. فده يعني بالنسبه لنا يعني بنبقى قلقانين ان هو ما يبقاش اتشال بسيفتي مارجن كويس. We do have a very valid point، بس احنا للاسف يعني guidelines بتاعتنا ان احنا برضو كله new adjuvant. يعني الموقف ده متكرر يا دكتور كريم يعني جدا جدا جدا، وبس عايز نعمل اندوسكوب قبل ما نخش الجراحه بخش اصلا ما لقيش تيومر، ما بتلاقيش حاجه خالص. وبعدين في منهم بعد كده برضو الجراح صمم ودخل وشال complete response، يعني complete response ما شاء الله يعني. فدي حاجة كويسة يعني. بس يا دكتورة شمع أنا كان ليه كومنت إن إحنا ما بنقدرش نقول فعلا يعني complete response or not إلا بعد ما بنشيل. يعني الفكرة إن هو بيبقى فيه يعني ممكن يبقى فيه شوية فبروزس بعد الكيمو والراديو، ده مش مخليك قادر تقرر إن ده تيومر ولا just فبروزس. تمام، وفي حالات كتير اشتغلناها ظهر فيها complete pathological response، لكن في حالات تانية اللي كان فيها residual tumor. فهو لحد دلوقتي احنا ما عندناش اي آلية تقول لنا ان اللي عنده حصل له complete pathological response ولا لسه still في residual tumor الا بعد ما بنشيله وناخد specimen كلها تتحلل. اعتقد ده ممكن يحصل بعد كده لو في اي وسيلة ظهرت ان احنا نقدر نعرف بالضبط هل لسه في residual tumor ولا just ده fibrosis نتيجة الراديو الكيم. او عند حضرتك دكتور طبعا بس احنا كاندوسكوبي وايز برضو احنا يعني حتى انا الحالات اللي بتكلم دكتور كريم عشان انا يمكن احنا بنشتغل مع بعض، فالحالات دي انا بدخل ما بلاقيش ولا تيشو جوه، انا بلاقي اتس سكار، لان احنا اوريدي كده كده التيومر بيبان في الاندوسكوبي احنا بنشوفه ماجنيفايد يعني كتير. فقصه مش يعني هو حتى لو هو سكار او فايبروزز انا بقدر اشوف ده سكار او فايبروزز، لو هو ريزيديوال تيشو انا بقدر اشوف بالاندوسكوبي از ات ريزيديوال تيشو، انا بدخل ما بلاقيش تيشو خالص ومع ذلك ما بقدرش اقول للبيشنت لا معلش اصل ده ما فيش ريزيديوال تيشو. او فغالبا العيان والحالات دي بتخش جراحه وبتخرج كومبليت ريسبونس، فهي برضو زي ما حضرتك بتقول لسه ما عندناش الجرأه ان احنا نقول لعيان ما تاخدش فيرذر سيرجيكال ستيب.
مظبوط. انا معاكي طبعا. طبعا 100%. واحنا كمان لما الباثولوجيست كمان بيطلع نتيجه نلاقي مثلا تيومر نيكروزز مثلا 90 95%، ده بالنسبه لي يبقى احلى خبر في الدنيا، ان هو بروبلي هو بي سبيرد ان هو ياخد ادجفنت كيمو اللي هو كلاسيك، يعني ممكن حتى يمشي على فيري شورت كورس كيمو بعد العمليه يعني. ف يعني برضو طب هل هنا حضرتك الكريم ممكن يكون في رول لاي سيرم ماركر مثلا نشوفه مثلا انه كان هاي ونزل، ممكن يدينا فكره ان الدنيا كيورد مثلا او فيش حاجه لا لسه سبيسيفيك للقولون، زي مثلا البي اس اي. انا اسفه يعني لا للمداخله، اتفضل عشان كده اتفضلي اتفضلي يعني اتفضلي. ما هو دي فعلا المشكله، زي مثلا البريست كانسر والبروستيت. يعني حتى لو في سكريننج للبريست كانسر، لكن ما فيش حاجه زي البي اس اي مثلا والبروستيت في نقدر ان احنا نعمل عليها سكريننج كثيرا ماركر يعني الموضوع اتحل. هي بس انا عايزه برضو يعني عايزه اسال حاجه برضو. ساعات لما بيتعمل فعلا ريسكشن، سيرجيكال ريسكشن، واحنا بنطلع اللي هي البي سي ار اللي هي الباثولوجيكال كومبليت ريسبونس، لا يعني اللي بيوصف الجراس بيقول ان في ماس، وبيبتدي ياخد من الماس وبيبتدي ياخد من المارجن وبياخد الليمف نودز، تبقى فعلا فانش جاست ليكس اوف ميوسين، وايفن الليمف نود ما بقاش فيها اي حاجه خالص، لدرجه كان في الاول يقول لك لا جاست ان انت لقيت ميوسين هتقول ان الليمف نود باسط، دلوقتي لا خلاص ما فيش فايبل تيومر سيل، فبنطلع ان زيرو، وبنطلع ان هي تي زيرو ان زيرو، يعني واي بي تي زيرو واي بي ان زيرو، بيبقى فعلا كومبليت فانش، بس ستيل الجروس بيجي لي ان هو شايف ماس. انا برضه لو ممكن اضيف حاجه، اعتقد تروي البي بيسال عليها، اللي هو يعني اتس ستيل نوت فاليديتد عندنا يعني، بس يعني لو حضرتك قصدك على اللي هو سيركليتنج تيومر دي ان اي، ده يعني ده بيقيس حاجه اسمها الام ار دي او مينيمال ريزيدوال ديزيز، بيتعمل في اللي هم كولون كانسر ستيج 2 و3 اللي هم كومبليتلي ريزكتد وخدوا ادجفنت كيمو. بعد ما يخلصوا الكيمو بتاعهم بنعمل يعني اتس بلاد سامبل، بنشوف حاجه اسمها اللي هو سي تي دي ان اي او سيركليتنج تيومر دي ان اي، لو هي بوزيتيف اتس بور بروجنوز، انما مش هيفرق معايا قوي ان هو يقول لي اذا كان في ريزيدوال ديزيز اور نوت. طيب انا اتفضلي فهم. معلش انا هستغل ان الدكتور كريم موجود ودكتوره رشا موجودين، عشان عندي شويه حاجات كده ايشوز يمكن برضو كويس ان احنا نعرضها. يمكن انا طبعا انا مريت بكذا تجربه مع بيشنتس، ان كان جاي بيشنت ما فيش ترو ايفيدنس على مالجنسي، يعني كان ريكتال كانسر وكان واخد بايوبسي، كانت ليجن كبير عن بليدنج قد كده، وبعدين واخد باثولوجي شويه مطلع هاي جريد ديسبلازيا شويه مطلع انتراميكوزال كانسر، وعلى اساس الانتراميكوزال كانسر العيان ده خد كيمو وراديو انا ما اعرفش ليه، وبعد كده حد دخل بص على الليجن قال له لا ده شكله مش كده، روح القصر العيني والناس ايه يشيلوا لك الليجن، وفعلا احنا شلنا الليجن وطلع سريتد ادينوما. فالسؤال للدكتور كريم وللدكتوره رشا، هل از ات سريتد ادينوما فروم ذا ستارت وهو اصلا كان دايجنوزد غلط، ولا هل الكيمو والراديو يقدر يلعب في شكل الباثولوجي يخليه من مالجننت وينزل بيه داون ستيج؟ السؤال ده بس مهم عشان كان عليه ديبيت، انا يمكن عارفه الاجابه بس انا ايه لازم اريز البوينت دي، بما ان احنا الحمد لله كلنا موجودين يعني، ودي حاجه مش بتتكرر كتير. طب لو عارفه الاجابه قوليها على طول. لا انا هتقول انت حضرتك. يعني هو انا بالنسبه لي يعني معلومه ان يحصل داون ستيج من حاجه مالجننت لحاجه بناين، طبعا ده بالنسبه لي انا شفتهاش يعني، بس يعني وبرضه وما اعتقدش ان هي موجوده، بس يعني being intramucosal ده بالنسبه لي اصلا it is not an indication that I had chemo radiation assessment خالص. ودكتوره رشا ليها راي؟ طيب هو الحقيقه انا عارفه ان الكيمو طبعا انا الجزء التريتمنت ده ماليش فيه بصراحه وللاسف يعني، لكن هو ممكن يبقى بيعمل بيطلع المالجنانت سيل من ان هي تبقى انابلاستيك لتبتدي ان هي ديفرنشيت، يعني زي مثلا الريجريسيف ميلانوما مثلا، يعني في عندنا تيومرز او الكوريوكارسينوما، في حاجات ممكن ان هي تبتدي ان هي تطلع بعد ما كانت بلوكد او لوكد في ان هي انا بلاستيك ستيت،
ممكن ان هي لا تبقى تكمل، وبرضو اللوكيميات يعني في انواع من اللوكيميا، مايلويد لوكيميا مثلا، من حاجات كيمو بتستخدم بتطلعها من الستيج بتاعت الانابليزيا، وان هي مالجنان سيل لا بتبقى ديفرنشيتد وتموت ويحصل ريبوبيليشن للنورمال سيل. انما بصراحه حكايه ان هي تبقى مالجنانت وتبقى بعد كده سريتد ادينوما بالفيتشرز بتاعتها، لا. يعني انا يمكن والله يعني دايما بتخانق كتير، يقول مثلا ايه دي في البارت مثلا، اصل ده بارت، لا طب ده كارديا مش بارت، ده هيستولوجي يا جماعه، انا شايفه هيستولوجي. يقول لي لا ما دام ميتابليزيا يا جماعه، ايفن الميتابليزيا ما تبقاش كوبي بيست من الهيستولوجي، لا يمكن. يعني ما دام خلاص طلعت من مرحله الفسيولوجي اللي هو النورمال ودخلت باثولوجي، مش هتبقى كوبي بيست ابدا ان هي تبقى بناين ليجن بالمنظر ده. هي بس في نقطه عايزه اتكلم فيها حته صغننه قوي، حكايه معلش الهاي جريد ديسبليزيا والكارسينوما انسايتو فيها ديبيت، او الانتراميكوزا الكارسينوما فيها ديبيت عالي جدا، مش عندنا في مصر. الجابانيز لسه بيقولوا ان في انتراميكوزال كارسينوم، الامريكان بيقولوا لا، وهي الموضوع واحد والنت ريزلتس واحده والبروجنوزس واحد، هي هاي جريد ديسبليزيا. احنا بالنسبه لنا ستيل لسه ماشيين، لا يا جماعه هاي جريد ديسبليزيا لسه موجود بيزمنت ممبرين، ما فيش اني يعني انديفيدوال سيل انفيجن، لكن جاست ان انا لقيت فيه ديزموبليزيا ولقيت فيه انفيجن، فاحنا ستيل لسه بنستخدم كلمه انتراميكوزال كارسينوم. فمعلش هم مش ده فاهم ولا ده مش فاهم، ده مدرسته ايه ودي وده مدرسته ايه يعني. فده برضو الكلمتين اللي عليهم ديبيت جامد، في ناس بتستخدم الانتراميكوزال كارسينوما از هاي جريد ديسبليزيا. شكرا يا فندم على هو شكرا يا دكتور رشا. معلش يا دكتور محمد، هي الدكتور رشا قالته ده، هو ده ديبيت، واحنا عارفين كده كويس قوي الباثولوجي ديبيت في القصه دي. بس هو احنا هنخرج من الديبيت ده ان كلمه هاي جريد ديسبليزيا دي قد تساوي في لحظه من اللحظات انتراميكوزال كانسر. فلما نيجي نتكلم او ندي مسج للناس، يبقى انا لما الاقي بوليب وفيها هاي جريد ديسبليزيا انا ما استهونش بيها. لما الاقي بوليب حتى لو هي صغيره وفيها هاي جريد ديسبليزيا، بالذات لو في الستومك، خلاص انا ما استهونش بيها، واخد بايوبسي واقول العين فولو اب، لان احنا بنشوف الكلام ده كتير للاسف. او انا اكون ما بعرفش اشيلها واحاول اشيلها واسيب منها ريزيديوال، ان هاي جريد ديسبليزيا ات كود بي ايرلي كانسر، او بينها وبين الايرلي كانسر خطوات. فمعنى كده ان كلمه هاي جريد ديسبليزيا طالما هم واصلين للديبيت ان هي خلاص ات كود بي ان انتراميكوزال كانسر، يبقى ما ينفعش اهمل حاجه زي كده لو احنا عايزين نوصل مسجز للناس. اكيد طبعا الهاي جريد ديسبليزيا لازم تروز اور سسبشن ان احنا خلاص على بعد خطوات قليله جدا من الكانسر، اند شود بي مانج سيريسلي. وكثير من الجايد لاينز بتعتبرها يعني بتحط كده سلاش يعني كانسر سلاش هاي جريد ديسبليزيا، يعني في كثير من الجايد لاينز بنشوفها مكتوبه لانها تقريبا تساوي فعلا كانسرس ليجن، فرانك كانسرس ليجن. هنيجي بقى يعني نقول للدكتور احمد مره تانية ونشوف بقى الجراحه بقى ايه اخبارها معانا في الريسكشن. لو الليجن كانت خلاص بياند الاندوسكوبيك ريسكشن، ايه الموداليتيز المتاحه قدامنا؟ امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ في البروكسيمال ايه البريفيرد سيرجري؟ وفي الدستال ايه البريفيرد؟ في الريكتال ايه البريفيرد؟ نسمع راي الدكتور احمد كده، يا رب حضرتك تفيدنا في هذا الامر يعني ان شاء الله. شكرا دكتور محمد. واول حاجه انا لما بيجي لي عيان كولون او ريكتال كانسر، انا يعني بسال نفسي ثلاث اسئله ومحتاج ان انا اجاوب عليهم قبل ما نتكلم في السيرجيكال اوبشن. اول حاجه اللوكيشن، مكان التيومر فين؟ هل هو في رايت سايد، ترانسفيرس، سبلينج فليكشر، هيباتيك فليكشر، سيجمويد، كولون، زي سيجمويد كارسينوما، ابر ريكتم، ميد اور لوور ريكتم، اور ان الكانال. اللي يفرق معاه طبعا اول حاجه اللوكيشن، تاني حاجه الستيج.
بمعنى ان هو ستيج 1 في ستيج 2 او ستيج 3 ولا ستيج 4، لان كل ستيج ممكن يختلف الديسيجن للسيرجيكال تريتمنت فيها. تاني سؤال الابروتش، هل يتعمل اوبن ولا لابروسكوبيك؟ طبعا عشان نختصر القصه، هو كل عمليات الكولون دلوقتي ممكن تعمل لابروسكوبيك، either full laparoscopic or laparoscopic assisted. كله ممكن يتعمل لابروسكوبيك، وطبعا مش هنتكلم في ايه البنفيت بتاعت اللابروسكوب، وطبعا اللابروسكوب احسن من الاوبن، ده يعني ما فيهاش نقاش. فهو العيان لو انا اقدر اعمله لابروسكوبيك طبعا يبقى go ahead ان انا do it لابروسكوبيك. الحاجة التانية ايه اللوكيشن، بمعنى الرايت سايد اللي هو الاسيندنج كولون بيتعمل له what's called right hemicolectomy. ايه اللي انا بشيله في الرايت هيموكولون، رايت هيموكولكتومي، بشيل ascending colon terminal ileum و part من الترانسفيرس كولون، حوالي half of the transverse colon. same يعني image على left side اللي هو left colon، بعمل له left hemicolectomy، ان انا بشيل left colon اللي هو descending colon ومعاه part من الترانسفيرس. سيجمويد سيجمويد كولون بيتعمله سيجمويد كولكتومي، ترانسفيرس كولون بيتعمله ترانسفيرس كولكتومي. التريكس بتبقى في لو هو هيباتيك فليكشر ولا سبلينك فليكشر، لان ده بحتاج اعمله اكستندد، ايذر اكستندد رايت اور اكستندد ليفت. اكستندد رايت يعني بشيل جزء اكتر شويه من الترانسفيرس كولون عشان المارجن وعشان البلاد سبلاي والليمف نودز، ونفس القصه ايه في الليفت سايد. الريكتم يعني هو طبعا اعتقد اللي هو الموست تريكي بالنسبه لكل انواع جراحات القولون. يعني لو هو ابر ريكتم بيتعمل له واتس كولد انتيريور ريسكشن. انتيريور ريسكشن احنا بنشيل الابر بارت بتاع الكولون وبنشيل السيجمويد كمان معاه بالبلاس سبلاي بالليمف نودز، وبنعمل انستموز في الميد ريكتم. لو بقى هو لور اور ميد ريكتم بيتعمل واتس كولد لو انتيريور سكشن. الموست امبورتنت هنا ان انا اي وونت تو بريزيرف ذا سفنكتر، وفي نفس الوقت محتاج سيفتي مارجن. فانا ممكن يعني اكسبت اب تو 2 سنتيمتر سيفتي مارجن بلو ذا تيومر ويز بريزرفيشن اوف ذا سفنكتر تو كيپ ذا بيشنت كونتراكت واتس اند يول. يعني هتسمعوا طبعا كلمه توتال ميزوريكتال اكسيجن في الريكتم، ما من الصوت راح شوية دكتور أحمد، راح معنا الصوت راح شوية. دكتور أحمد سامعني حضرتك؟ احنا سامعينك يا دكتور محمد، بس دكتور احمد هو اللي مش سامعين. الو، هو انا ديسكونكتد معلش للاسف. معلش اتفضل. احنا انا كنت وصلت لحد ايه او كنت لحد عند الميزوريكتال اكسجن. اوكي. بالنسبه للريكتم ده قلنا ان هو الميزوريكتال اكسيجن، احنا لازم بنشيل الريكتم بالميزوريكتم بتاعه لان هو ده سايت اوف ريكرنس. كل الكلام ده احنا نعتبره على ستيج 1 وستيج 2. لو التيومر ده لوكالي انفيدنج بيبقى الكلام مختلف شويه، اللي هي ستيج 3. يعني مثلا سي لو التيومر ده هو في الرايت سايد انفيدنج الديودينم، طبعا بنريسكت التيومر، بنريسكت بارت اوف ذا ديجينم لو اقدر اقفله اقفله. طبعا في مشكله ان ممكن تعمل معاه اكسترا ميجر سيرجي تاني، ان هي ممكن اب تو ان انت تشيل تعمل ويبلز سيرجي لو التيومر ده انفيدنج التيودينم ومفيش اي وسيله ريكونستراكت التيودينم. سيم برضه على الليفت سايد، لو التيومر ده ماسك في السبلين او التيل اوف بانكراس ممكن تعمل ديستال بانكرياتكتومي. لو التيومر ماسك في اي سمول باول بتعمل ريسكشن اسموزس. ده بالنسبه لستيج 3.
ستيج 4 تيومرز هنا الوضع بيختلف تماما. انا ستيج 4 هيبقى الايم اوف سيرج، هل ان انا اقدر ارجع العيان ده اللي هو ار 0 ولا لا؟ لو هقدر ان انا ارجع العيان ده اخليه ار 0، يعني سي مثلا في فوكال ليجن في الليفر، سنجل او تو فوكال ليجن في الليفر، هقدر ان انا اشيل فانا تيومر اخليه ار 0 واشيل التو فوكال ليجن في الليفر دول، يبقى انا كده اي ويل جو فور سيرجري. لكن لو مفيش اي فرصه ان انا ارجع العيان ده اخليه ار 0 تاني، مش هيبقى في اي رول للسيرجري الا في حالات الامرجنسي فقط، لو العيان ده اوبستراكتد. يعني لو هو اوبستراكتد، هل بدخل بعمل باي باس او ان انا بعمل جاست كلوزنج اند هي ويل جو فور باليتيف كيموثيرابي. فزي ما قلنا عشان بس نختصر الموضوع ده، انا بحتاج ان انا اجاوب على ثلاث اسئله. اول حاجه اللوكيشن بتاع التيومر، ثاني حاجه الستيج بتاع التيومر، ثالث حاجه الابروتش، هل ان انا هعمله لابروسكوبيك اور اوبن. أتمنى أكون جاوبت على السؤال. في أي استفسارات بالنسبة للسيرجيكال تريتمنت؟ شكرا أستاذ أحمد. هو بس الليفر ميتس متهيألي هل ليها سيرجيكال ريسكشن؟ حضرتك قلت؟ طبعا يا فندم. طبعا. تمام. لو هي ريسكتبل طبعا، يعني القرار بيبقى لازم يكون حد اكسبيرينسد هيباتوبيلي ريسيرجن هو اللي يقول يمكن ليها ريسكشن ولا لا. طبعا ده جزء من الفيلد بتاعي، لان انا برضو يعني سبيشاليزد هيباتوبيليري سيرجن. الليفر ميتس احنا بنعتمد في الاسسمنت فيها على الديناميك ام ار اي، تاني حاجه الانترا اوبتيف اسسمنت، يعني ان انا بعد ما بعمل الديناميك ام ار اي بعمل انترا اوبتيف اسسمنت بانترا اوبتيف الترا ساوند، هو ده اللي بيقرر معايا ايه اللي انا هعمله. ممكن اعمل ريسكشن، ممكن اعمل راديو فريكوانسي، ممكن اعمل ستيج ريسكشن، في اوبشنز كتير جدا للليفر ميتس للريسكشن. وطبعا زي ما دكتور رشيد قالت ودكتور كريم، اهم حاجه في الكلام ده كله الام دي تي. البيشنت ده بيتعرض في ام دي تي، بيبقى القرار بالنسبه لنا ناخده كلنا مع بعض، امتى هل ان انا هبتدي كيمو الاول بعد كده هدخل في ريسكشن ولا هدخل في افرنت ريسكشن، تختلف طبعا على اللوكاليزيشن اوف ذا تيومر والنمبر اوف ليفر ميتس. طبعا يعني ممكن يكون حضرتك مستغرب ان الليفر ميتس تتشال، لا طبعا في الكولوريكتال ليفر ميتس اتس ان اوبشن، اتس امبروفينج سرفايفل، وعاده بنعمل ريسكشن وممكن يكون معانا كومبايند انترا اوبتيف ريديو فريكوانسي لو في سمول ليجن وديب مكان ما، بدل ما اعمل ميجر ليفر ريسكشن ممكن اعمل له ريديو فريكوانسي اند ذن فولو اب. تمام. هو بس حبيت اكد انها مش نهايه المطاف ان فيه فوكال ليجن في الليفر او ليفر ميتس من الكولون كانسر، انها يعني ستيل يعني ريسكتبل، فده شيء كويس، ده ليها سيرجيكال اوبشن. حبيت اكد على النقطه دي. في سؤال لين جايين لي كده من برضه في البرايفت، في رول للسايتو ريدكتيف سيرجري في الكولون كانسر؟ يعني لو في مثلا بيج سايزد ماس او ميتاكرونس ليجنز، هل في رول حتى لو هي ستيج 4 ان انا بس اعمل عشان اقلل الدوز اللي هديها لانك كيمو ريديو ثيرابي فيما بعد او كده؟ النقطه الثانيه، حضرتك لما بتمسك منظار قولون ريبورت، ايه اول حاجه حضرتك بتبص عليها بقى في الريبورت عشان تقول ان الراجل ده؟ نتكلم في السؤال الثاني لان هو ده اهم بالنسبه لي، ده سؤال مهم جدا، ايه اللي انا عايزه من ريبورت المنظار؟ انا عايز فول ديتيل ديسكريبشن لكل حاجه، بمعنى يعني مش ان انا يعني هو الاندوسكوبس يدخل ماس على بعد كذا وخلاص، انا بحتاج ان اعرف الماس بالظبط على بعد كام من الانر فيرج، الابر ليميت واللور ليميت بتاعها ايه، تمام؟ ان ده بيختلف معايا هل هي جاست سيجمويد ريكتو سيجمويد او جاست ريكتال، تمام؟ وثالث حاجه هل في اذر سينكرونس اور ميتاكرونس ليجن سينكرونس ليجن، هل في بوليبس ثانيه ولا لا. بمعنى نفترض سي انا عندي الديسكوس دخل لقى ان في ماس في السيجمويد ولقى حواليه مالتيبل بوليبس، هنا ديسيجن يختلف تماما عن ان هو لقى ليجن في السيجمويد وفي بوليب تاني في الابر ريكتم او الليجن في الديستيني كولون او في الرايت سايد. ليه؟ لان الديسيجن الجراحي هيختلف تماما على حسب البوليب دوا في مكان تاني، هل هو جاست ادينوما ولا انفيزيف
كارسينوم. اللي بيحصل ان احنا اوقات كده جدا ما بنلاقيش فول ديسكريبشن للاذر ليجنز، بمعنى ممكن يبقى في 3 or 4 بوليبس عليهم فيري بور كومنت، مش معروف بالظبط البوليب اللي اتشال ده اني واحد، مش معروف الباثولوجي اللي طلع ده بتاع اني واحد فيهم. ودي فعلا حاجه بتبقى صعبه جدا في الديسيجن ميكنج، ان انا هقول للعيان ايه، هقول انا داخل اشيل ايه، انا عندي ليجن اوكي في مثلا في السيجمويد، بس الاذر ليجنز دول في واحد منهم في مثلا كارسينوما انسايت، واحد تاني بناين، واحد تاني هامرتوما سبوريب. انا بصراحه المشكله الاساسيه في الديسكريبشن للاذر ليجنز. تاني حاجه الابر ليميت واللور ليميت بتاع الماس، وهي على بعد قد ايه من الانر فيرجن. ده مهم جدا، يعني اهم حاجه في الريبورت للكولونوسكوب. اتمنى تكون المسج واضحه يعني. معلش يا دكتور محمد، أنا كنت بس عايزة أسأل دكتور أحمد سؤال. يعني معلش يا دكتور، هو دلوقتي اللي أنا فهمته يعني، هل هي بس على قد ما بفهم في التريتمنت رايت هيموكيلكتومي وليفت هيموكيلكتومي؟ يعني مثلا مش ممكن زي مثلا البريست بيدوا نيو أدجفنت بحيث إن أنا أعمل كونزرفاتيف سيرجري، ما أعملش بقى موديفايد راديكال او يعني ماستكتومي او كده؟ هل ده ليه رول ولا مش هيبقى كده؟ لا، هو الكلام في الكولون مختلف خالص. الكولون حاجه والريكتوم حاجه. النيو ادجفنت ده اللي في الريكتوم، وهو فعلا ده اللي امبروفينج سرفايفل، لو ريكرنس، ممكن يخلي العيان بدل ما يتعمل له ادون برينيال يتعمل له انتيريور ريسكشن. الكلام ده في الريكتوم. لكن بالنسبه للكولون في حد ذاته لا، مفيش نيو ادجفنت في الكولون. تمام، في بعض الحاجات اللي هي الحالات اللي هي اللوكالي ادفانسد او الستيج 4 دي اللي بتاخد كيموثيرابي. تمام، فور ميبي ايمينج فور كونفرجن يعني، لكن ده مش ده الروتين، مش ده اللي بيتعمل في الكورون خالص. الكورون لازم يتعمل له راديكال ريسكشن، اللي هو رايت يتعمل له رايت هيموكوليكتومي طبعا. وده ليه؟ اساسا بيزد على الليمفاتيك درينج. عارفين الليمفاتيك درينج في الجي اي فولوينج الارتيريال سبلاي، فانا عشان اشيل ماس في الرايت سايد اوف ذا كولون لازم اشيل الكولون نفسه واشيل معاه الليمف نودز اراوند الفيدنج فيسل اللي هي الاليوكوليك والرايت كوليك فيسل. طيب معلش سؤال تاني يا دكتور. انا عارفه مثلا في البريست ستيل الدي سي اي اس، ايفن لو انا لقيت سي دي اي اس بيعتبر فري مارجن. هل هيفرق مع حضرتك ان انا مثلا قلت اني في يعني في المارجن مثلا جنبها في ادينوميتس بوليب ويز هاي جريد ديسبليزيا، هيفرق مع حضرتك ولا مش فارق وهتعتبره فري مارجن؟ لا، هو يعني انا هعتبره فري مارجن، بس يعني هبتدي اعمل كلوز فولو اب كاني كان الليجن ده موجود في المكان، هعمله فيري كلوز فولو اب. لكن ايفن لو كده، لو انا قلت ان مثلا ايفن لو الهاي جريد ديسبليزيا ده عن المارجن مثلا 2 سم، خلاص يعني هعتبر خلاص هو فري مارجن. مش كده؟ تمام بالظبط. هو دكتور احمد معلش انا عايزه ادخل اتكلم اقول حاجه عشان حضرتك اثرت نقطه مهمه في موضوع الريبورت. هو غالبا لما بيبقى كاتب بوليبس غالبا يعني طبعا هو بيبقى قصده ان هي بناين بوليب، فهنا الموضوع مختلف لان زي ما دكتوره رشا قالت كده ممكن يطلع في المارجن بتاع حضرتك البوليب. ف which is preferred to the surgeon، ان الموضوع ده كل جراح بيختلف. في جراحين بيصمموا ان احنا نشيل دي قبل ما يبتدي، مثلا لو انا قلت له ان في بوليب موجوده في الرايت كولون، وفي جراحين لا انا هشيل الماس وانت بعد كده بعد ما الانستوموزز مش عارفه ايه بست 8 اسابيع ادخل انت شيل بوليبس. ف what do you think، يعني كل واحد بيبريفير ويتش راشونال، يعني حضرتك راي حضرتك ايه؟ انا بفضل ان انا كله يتشال قبل المدخل جراحه. تمام، بحيث ان هو لو افترضنا ان حصل اي سربرايزز ابقى انا بريبيرد ليها. بمعنى لو افترضنا ان هو بوليب وشكله ممكن يكون شكله بناين وكل حاجه، بس نفترض ان هو جي انفيزيف كارسينوما. تمام، يبقى ساعتها بقى انا بريبيرد ان انا هعمل كده. انا ما بيفرقش معايا لو البوليبس في نفس الاريا اللي انا هعملها ريسكشن. بمعنى لو انا عندي ماس في السيجمويد
وبرضه البوليبس في السيجمويد. دي ما تفرقش معايا ان it will come out with the specimen، ما تفرقش. لكن يفرق معايا لو البوليب ده في مكان تاني outside the area of resection، ساعتها الديسيجن ممكن يتغير تمام. فانا preferring فانا preferring ان انا ابقى عارف بالظبط قبل ما ادخل انا داخل حامل ايه، يبقى معايا باثولوجي دوكيمنت. انا طبعا لما اتكلمت مع حضرتك لان دي حالات انا شفتها، انا مثلا جالي مره عيان شايل 3 بوليبس مش عارف بالظبط مين واحد فيهم الكارسينوما انسايتو او ان هو قصدي ستور كان انفيزيف كارسينوما تمام، وهو شايل 3 بوليبس، 2 اعتقد كانوا في الترانسفيرس وواحد كان في الديسندنج، وانا مش عارف اني واحد فيهم اللي كان انفيزيف كارسينوما. طبعا هو اللي يفرق معايا الريبورت. وطبعا العينه لما بتطلع تطلع للباثولوجي وعارف بالظبط ده يتعلم ده مثلا البوليب اللي في السيجمويد، ده البوليب اللي في الديسندنج، ده البوليب اللي في ترانسفيرس، وهكذا بحيث انا ابقى عارف المكان اللي انا هدخل عليه بعد كده اعمل له ريسكشن. طب دكتور احمد حضرتك في الحالات دي تحب تعمل انترا اوبراتيف كولونوسكوبي؟ اكيد طبعا طبعا. طب ده اوبشن موجود طبعا. طب هنريز برضو ايشو تاني اللي حضرتك قلته ده ايشو مهم جدا. انا متشكره ان حضرتك قلت النقطتين دول they are very practical. النقطه الثانيه غير بتاعه البوليبس موضوع ان هو بيكتب الماس على بعد 50 سنتي من الانال فيرج، وده بيحصل لان ساعات وجود التيومر بيعمل ديستورشن شويه للاناتومي فبيخلي المانيفرابيليتي بتاعه الكولونوسكوب المنظار نفسه بتبقى صعبه، فهو بيتوه هو مبقاش عارف هو ميد ترانسفيرس مثلا ولا هو هيباتيك فليكتشر فبيكتب كذا، او حتى لو في الريكتوسيجمويد. بس هسأل حضرتك سؤال لأن أنا لاحظت يعني مع خبرتي شغلي مع الجراحين إن إحنا كإندوسكوبيست عندنا over estimation لللنث بتاع الليجن. يعني إحنا مثلا بنقول الليجن ده مش عارفة 10 سنتي هو يطلع أصغر من كده في الطبيعة. دي أول حاجة. تاني حاجة موضوع بعده عن الانر فيرج. أنا بكتب مثلا 8 سنتي من الانر فيرج يرجع الجراح يقول لي لا ده كان 20 سنتي بس، فهل فيمكن انا ساعات بكوريليت ده لان انا احنا بنعمل انسفليشن فبنعمل ستريتش للوول بتاعه الميكوزا، فاحنا بنعمل لينثنينج اصلا للتيشوز غير الجراح. الجراح بيبقى وهو شغال بيبقى القولون ديفليتد، فبرضه راي حضرتك ايه في النقطه دي؟ هي في كذا ايشو في الموضوع ده. اول حاجه محرك بتقولي بيعمل ديستورشن، اعتقد انتوا بتشوفوا الدنيا كبيره شويه بالمنظار لما بتدخله بيبقى القصه متكبره شويه، فده ممكن يعمل شويه بايس بيننا وبينكم. لكن احنا اللي بيفرق معانا البي ار اكزامينشن و في الانترا اوبتيف بعد الموبيلايزيشن. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن ابقى مثلا حاسس تيومر بالبي ار اكزامينشن على بعد 6 اور 7 سنتيمتر فروم رينال فيرج، اوكي، لكن بعد ما بدخل بعد موبيلايزيشن للريكتم الاقي ان هو اتحرك وهو ما كانش على بعد 6 اور 7 سنتيمتر، ممكن يكون على بعد مثلا 15 سنتيمتر سي. ده لان الريكتم نفسه هو عباره عن يعني هو الريكتم مش ستريت، هو الريكتم اوريدي واخد كيرفز، فهو ده اللي ممكن يكون بيعمل بايز او بيعمل اختلاف بين اللي احنا بنشوفه وحضراتكم بتشوفوه. في برضو اوقات كتير جدا بيجي مثلا ريبورت على بعد يقول ان هو upper rectum الاقيه سيجمويد، او سيجمويد الاقيه ان هو upper rectum. القصه دي انا بشوفها كتير وبصراحه ما عنديش تفسير واضح ليها ايه السبب. بس طبعا اللي بيبقى اكتر حاجه يعني بنثق فيها هو البي ار اكزاميشن، هو اللي بيفرق معانا في الديسيجن ميكنج، سواء ان انا هعمل لو ريسكشن هاي ريسكشن لو انتيرو سكشن او هاي انتيرو سكشن او ان انا هعمل ابدومو. تمام. بس حضرتك بتدي لنفسك رينج اكيد عارف مثلا لما حد يقول حاجه 30 سم من الانف بتدي نفسك رينج ان يكون في بايز 5 سم مثلا او كده. ما انا بقول لحضرتك انا بعتمد مينلي على البي ار اكزامينشن وبالذات البي ار اكزامينشن قبل النيو ادجفنت. تمام. ده اللي يفرق معانا ان اللي عنده يكون حد من التيم بتاعنا فحصه قبل النيو ادجفنت، لان ده يعني ديسيجن ميكنج صعب جدا لو العين خد نيو ادجفنت والماس ريجريست او الماس اختفت، ما احنا عارفين نعمل ايه.
طبعا كل الحاجات دي وارد انها تحصل، بس طبعا بتفرق معانا مع الديسكوس لما يكون انا عارفه اروح اكلمه، ارفع السماعه تليفون اساله انت فاكر العيان ده ولا لا، انت شفت ايه، وممكن اخليه يعيد لي الكولونوسكوب يعمل لي بيتر بلاننج. تمام، دي ودي حصلت، وخليت حد مثلا يدخل يعمل لي بيتر بلاننج تاني ويعمل تاتوين للليجنز الموجوده عشان اعرف بالظبط كانت المشكله ما بين هي ديسندنج ولا سيجمويد. يعني هو بالظبط كان الليجنز كانت في السيجمويد وهي ناحيه يعني الابر سيجمويد قريبه شويه من الديسندنج، فهو مره كان يقول ان هي شكلها ديسندنج ومره كان يقول انها شكلها سيجمويد. قلت له ادخل واعمل تاتوينج وانا جوه العمليه هتصرف، وفعلا كانت طلعت كلها سيجمويد ليجنز، و يعني عملت العيانه سيجمويد كوريكت. طب بما ان حضرتك اثرت موضوع التاتوينج ده يا دكتور احمد، حضرتك شايف ان التاتوينج بيبقى يعني could be of a great help، ولا بيحصل ساعات diffuse للداي itself وتلاقي ان في area كتيره stained blue وتبقى فيها مشكله؟ لان يمكن انا برضو دخلت عملت انترا اوبرتيف اندوسكوبي كذا مره على ودخلت لقيت الدنيا كلها زرقاء وسوداء، ما بقاش عارفين احنا فين البروكسيمال والديستال مارجنز. فما اعرفش حضرتك did you experience this before برضو؟ هي ساعات وساعات يا فندم ممكن ندخل كمان ما نلاقيش تاتو خالص. يعني بتحصل. يعني كل الحاجات دي وارد انها تحصل، بس على الاقل بنكون عملنا اللي نقدر عليه. بمعنى ان يعني بالذات لو انا داخل، انا لو داخل هعمل مثلا راديكال ريسكشن كده كده ببقى واخد سيفتي مارجن كبيره. لكن يعني المشكله دي تبقى مشكله اكبر لو انا داخل اعمل ليميتد ريسكشن وهو بقى ديفيوز، فدي اللي ممكن تعمل لي مشكله. لكن لو انا داخل اعمل راديكال ريسكشن غالبا هتبقى في الاريا بتاعت الريسكشن بتاعتي، مش هتعمل مشكله كبيره. تمام. يعني احنا بالمختصر كده نقدر نقول ان احنا هاند ان هاند لازم ان احنا كلنا نشتغل سوا، لان أكيد احنا بالظبط. ما بيشتغلوش من غيرنا، واحنا ما بنشتغلش من غير الجراحين ولا الباثولوجيست ولا الاونكولوجيست. وده يمكن المين مسج المفروض توصل النهارده من الويبينار بتاعنا ده. دكتور محمد، شكرا جزيلا لحضراتكم، يعني بصراحة سيشن ممتعة وكلها فايدة عظيمة بصراحة في كل الأسبكت بصراحة استفدنا. اسمحوا لي حضراتكم بس أقول كده الفاينل يعني كونكلوجن بتاعنا في فيري شورت ستيتمنت، إن السكرينينج at the age of 50 still هو strongly recommended، إنما before age of 50 it may be في الفيوتشر يكون ليه دور إن شاء الله. الكولونوسكوبي ستيل هو الكورنر ستون فور ذا سكرينينج فور كولوريكتال كانسر. الاوبتيكال دايجنوزيس خلاص يعني از رياليتي لازم نقرها كلنا، وزي ما قالت الدكتوره شيماء ترين يور ايز، ما ينفعش تاخد كل شويه بايوبس من كل حاجه تشوفها، ترين يور ايز. الان بلوك ريسكشن لاي بوليب از ا ماست، لازم يبقى اتشيفد. التشو ماركرز المهمه لازم نعرفها، السي دي اكس 2 السي دي 20 والماك 2. الريسكشن السيرجيكال ريسكشن ممكن يتعمل بيزد على اندوسكوبيك دايجنوزيس، بس بشرط يكون الاندوسكوبيك ريبورت يعني فولفيلنج الكواليتي ميجرز للجراح، يكون في بروبر اندوسكوبيك دايجنوزيس، بروبر اندوسكوبيك ريسكشن او ديسكريبشن للليجن شايفها فين. اللابروسكوبيك ريسكشن يعتبر هو الكرنت براكتس باختلاف الموداليتيز بتاعته، سواء كان انتيرور ريسكشن او لو انتيرور ريسكشن او هيموكليكتومي رايت او ليفت هيموكليكتومي، بيز على اللوكيشن اوف ذا ليجن والديبث اوف انفيجن. الكيموثيرابي الفايف فلورو يوراسيل ريمين ذا فيرست تريتمنت اوف تشويس في حالات الكولوريكتال كانسر وين انديكيتد. واخيرا وليس اخرا يعني الام دي تي از ا كورنر ستون للمانجمنت اوف اني بيشنت ويز مالجنسي سبيشالي السي ار سي بيشنت. بكرر شكري لحضراتكم جميعا، جلسه ممتعه ورائعه، وان شاء الله كده الواحد هيسمعها في الريكورد متهيألي مرتين ثلاثه اربعه كمان عشان يحفظ كل اللي اتقال فيها من علم وفائده باذن الله تعالى. ربنا ينفع بيكم اجمعين يا رب ان شاء الله. وبكرر شكر لحضراتكم جميعا ولجيفتس وكل الممبرز بتوعها ولكل الزملاء اللي شرفونا بالحضور، شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا.